بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. وقلنا بأنهم رجس، أي أن ذاتهم قزارة. والحق سبحانه وتعالى حينما يقول مأواهم جهنم، المأوى هو المكان الذي يأويك من شر يلحقك، ولذلك يقول إيه؟ أوى إلى كذا، أوى إلى كذا. لماذا؟ عشان أوى ليه؟ إذن ففيه شر. فإذا كان المأوى الذي يفزعون إليه إنما هو جهنم، يبقى إيه؟ فزعوا من إيه؟ ده لازم شر من مين؟ فلم يجدوا أبدا منفذ إلا أنهم يدخلوا إيه؟ يدخلوا جهنم، ومأواهم جهنم. وإذا كانت جهنم هي المأوى، يبقى ده مصير، ويبقى بئس المصير أن تكون جهنم هي الإيه؟ هي المأوى. هل ذلك افتيات عليهم أم جزاء؟ وجزاء بما كانوا إيه؟ يكسبون. إحنا قلنا إذا جاء في الحسنة قل يكسب من كسب إيه؟ واكتسب يبقى لمين؟ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لأن عمل الحرام المخالف لمنهج الله لا بد فيه من افتعال، وعمل الحلال أمر فطري لا يكلف النفس مشقة ولا فيه تنازع ملكات. لكن بعض الناس الذين يعملون السيئات يألفونها إلفا بحيث تصبح سهلة فلا تكلفهم شيئا، يبقى عمل السيئة واعتبر السيئة إيه؟ كسبا. يبقى ده اللي عمل السيئة، زي واحد مثلا يأتي الإنسان فيحدثه بمغامراته: أنا رحت مثلا باريس، ولا رحت مثلا لندن، ويا سلام وقابلني فلان وهيأ لي كذا وكذا وقضينا ليلة شكلها كذا. يبقى فهمها أنها إيه دي؟ ده فهم أنها مكسب. وواحد تاني وقعت عليه المعصية فظل يبكي ويندم ويضرب نفسه كل ما يفتكر العملية يعمل إيه؟ يبقى دوكها فرح بها واعتبرها إيه؟ يبقى اعتبرها مكسب. يبقى اعتبرها مكسب، يبقى لابد أن تكون له دربة وله رياضة وله إلف بإيه؟ إلف بها. يحلفون لكم لترضوا عنهم. ما هو الرضا؟ هو اطمئنان القلب إلى أمر يقتنع النفع به. يعني أنا راضي بالشيء الفلاني، مش عايز كمية نفع، المهم أن يصل النفع إلى مين؟ إلى إرضائك أنت، مبسوط به وخلاص. يمكن يبقى عندي غيرك أحسن منه، إنما مش إيه؟ مش راضي. لكن المؤمن يقول لك كل ما يجري علي من غير كسب مني يبقى لازم هو اللي كويس، ولذلك أرضى به، لأن مجريه علي رحيم. وقد تكون الرحمة لأمر لا أعلمه الآن، يظن علي بمال، لأنه يمكن لو ظن زود علي المال حقه بعطر على أولادي، وولادي يجدوا في إيدهم المال وسيلة للحراف، ويقدر علي يدب أجيب لهم إيه؟ يأكل لحد يعني ما يمروا من فترة الشراسة، الشراسة المراهقية دي، وبعدين بقى ربنا ينعم عليا بعدين بعد ما عقلهم ونقدر نفهمهم ونقدر نعملهم. يبقى ظنه علي قديما هو عينه ايه؟ هو عين العطاء، يبقى الرضا. ولذلك يقول لك ايه؟ اذا لم يكن ما تريد فلترد ما يكون. اما كنتش
ربنا يعطيك اللي انت عايزه ارضى بمين؟ يبقى هم هيحلفوا لكم ليه؟ لترضوا عنه. طب ومن انتم حتى ترضوا؟ رضاؤك عنهم يعمل ايه؟ هل للمؤمن رضاء من خلف رضا رسول الله؟ هل لرسول الله رضا من خلف رضا ربه؟ انما يفرح برضا من يملك النفع. فانتوا لما ترضوا عنهم هيحلفوكوا ويقنعوا بشريتكم وبتاع لترضوا عنهم. ليس لكم رضا ينفعهم ولا لرسول الله رضا من وراء رضا ربه. يبقى اللي يرضى مين؟ اللي يرضى الله. فيجب ان تتنبهوا الى ان رضاكم من باطن رضا الله، فاياكم انهم يخدعوكم بمعسول الكلام وزيف الاساليب عشان ترضوا عنه. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فان ترضوا عنهم يعني رضا بعيدا ليس من باطن رضا رسول الله ولا من باطن رضا الله، فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وما دام الله لا يرضى يبقى رضاكم مش هينفعهم. يبقى اذا هم قصدكم، قصدهم لكم في ان ترضوا يرضوا برضو تغفيل، لان رضاكم لا لا يقدم ولا يؤخر الا اذا كان من باطن رضا مين؟ رضا الله ورضا رسوله. هنا بقى الملحظ، هم فاسقين ولا كافرين؟ ده الكفار في الدرك، المنافقين في الدرك الاسفل، ده اكثر يعني من الكافر. يقول كيف يكون فاسق مع ان المؤمن قد يكون فاسقا يرتكب كبائر؟ لان ما دام ربنا جرم فعلا ووضع للفعل عقوبه يبقى معناه ان ممكن يحدث. لما قال السارق والسارقه يبقى ايه معناها؟ ان المؤمن ممكن يسرق، والزانيه والزاني جرم الفعل ووضع له عقوبه، يبقى ممكن ولا مش ممكن؟ يبقى فيه فاسق وفيه عاصي. الكبائر يبقى فاسق، في الصغائر يبقى يبقى عاصي. ما دام اذا كيف يصفهم الله بالفسق؟ اذكروا ما قلناه سابقا، وهو ان الكفر انما هو كفر بمحمد وبالاسلام، والفسق اذا جه مع الكفر يبقى مش فسق اللي هو المعصيه بالنسبه للاسلام، ده خروج عن الطاعة حتى في ايه؟ في دينهم. في ايه؟ مش بس حتى محاسبين على القيم اللي عندهم، لا برضو فاسخين حتى في قيم دينهم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا. احنا تكلم في المنافقين، مدام قال الأعراب يبقى إذن الكلام كان في غير الأعراب. غير الأعراب إيه اللي نزل لهم الإيمان؟ غير الأعراب هم العرب. ما الفرق بين العرب والأعراب؟ العرب هم سكان القرى المتوطنون في أماكن يذهبون إلى مصالحهم ويأوون إليها، ودي مظهريتها إيه؟ البيوت الثابتة والتأهيل المستقر. لكن الأعراب سكان بادية ما لهمش استقرار في مكان، وإنما يتبعون في حياتهم مواضع الكلاء. يعني يشوف هنا عشب في ناحيتي يروح واخد البيت بتاعه من الشعر أو من الخيمة يعني يضعها على الراحلة ويمشي يشوف الكلاء في الحتة الفلانية، يتنوا ماشي إلى أن يذهب إلى الإيه؟ إذا ما فيش له توطن. ما دام ما فيش له توطن يبقى ما فيش له أنس بمقيم ولا بمكان. ما دام ملوش أنس بمقيم ولا بمكان يبقى معناه إن ما فيش له حاجة تحكمه. ما فيش سياسة كده عامة تحكم البادية ولا بتاع. كل واحد صوته من مين؟ من دماغه أو من دماغ رئيس القبيلة. وما دام هم بالشكل ده ولا عندهمش توطن، والتوطن يوحي بالمعاشره، والمعاشره تقتضي لينا الجانب والتعامل، ولذلك يقول لك ده فلان ده مستوحش يعني ما بايه
لكن اللي عايش في في في, في القرية متوتر وله جيران وله قانون ايه يحكمه وله الف بالمكان والف بالايه بالمكين وده مرض يروح يعوده وده حصل له حاجه يروح يعزيه وده واحد يعني يبقى تدي ايه لين جانب. لكن اللي قاعد في الباديه يبقى عنده ايه قسوه فظاظه شراسه طبع البيئه نطح البيئه ايه نطح البيئه عليه. فاذا سمعت اعراب يبقى هم دول سكان الباديه اللي مشتهرين بالايه بالغلظه لان ما لهمش تجمع يوحي لهم بلطف سلوك وادب تعامل. الاعراب يقولوا عليها اسم جنس يفرق بينه وبين واحده بياء اعرابي يبقى مفرد اعراب يبقى ايه جماعه. في شيء يفرق بين مفرده وجمعه بالتاء زي ما تقول عنب وايه وعنبه يبقى اللي فرق بين الوحده والجمع ايه التاء. قد يفرق بينهما بالياء زي روم مثلا المفرد بتاعه يقول لك فلان ده رومي مش كده يبقى ده جمع يفرق بينه وبين واحده بالايه بالياء. اعراب جمع مفرده ايه مش عرب لا اعرابي هي اللفظ نفسه بس تحط عليه ياء الايه ياء النسب. هؤلاء مقسومون قسمين قسم له الف بالحضر كان تمام كل اهل حضر له باديه يلجا اليها يعني ان راح الباديه ينزل ضيف عليهم زي ما يكون واحد غريب وله في البلد دي ايه اسمهم المعارف ساعه ما يجي غريب في بلد ينزل عند فلان اهو كل واحد في الحضر كان له ايه اهل باديه ينزل ايه عندهم وكل واحد في البادية إيه؟ له واحد في الحضر إذا اضطر يروح المدينة ولا القرية إيه؟ يبقى فيه برضو إلف ولا مش إلف. إذن هم حينقسموا قسمين ناس لا لهم لهم بادية ولا لهم حضرة وناس لهم إيه لهم بعض الصلات بأهل الإيه الحضر. ربنا حيقسمهم قسمين أهو بعد ما تكلم عن العرب ونفاقهم وهو إلى آخره هيتكلم عن الأعراب. الأعراب أشد كفرا ونفاقا. ليه إيش معنى هدول أشد كفر ونفاق ليه؟ أم قال لك لأنهم عن بعيدون عن مواطن العلم والدعوة ما بيقعدوش يستمعوا حد ما عندهمش حاجة وعندهم غلظة وعندهم جفاء وعندهم وأجدر يعني وأحق أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله لأن مع عرفان حدود ما أنزل الله من الأوامر من النواهي من الحلال والحرام يجي منين؟ من العلم وناس متصلين بالعلم ويقعدوا ده هم ما بيقعدوش حته ده هم كل يوم في ايه كل يوم في ايه في مكان. يبقى الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر يعني احق ان لا يعلموا حدود ما ايه ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم. العلم ما هو العلم؟ هو أن لا تغيب عن العالم قضية من قضايا الكون وكل واحد منا يعلم علما على قدر تجربته ومرانه في الحياة وعلى قدر جلوسه إلى لكن الذي يعلم علم الجميع من هو؟ إنه الله. والعلم عند البشر قد يوظف وقد لا يوظف. في كتير ناس عندهم العلم ما بيوظفوش مش كده ولا ايه؟ وفي علم يوظف. الذي لا يوظف علم يبقى فايده علمه ايه؟ ولا حاجه. يبقى حج عليه ولا لا؟ لكن اللي بيوظف علمه يوضع الامر في محله والنهي في محله والحلال في محله والحرام في محله والمشتبه يعمل له حكمه كل ده يبقى ده اسمه ايه؟ حكيم ايه؟ في وضع كل شيء في ايه؟ في محله. فإذا شرع الله أمرا ده عمله عن علم وعن حكمة وما دام شرع الله عن علم وحكمة يبقى يجب أن لا تخالفه. ليه؟ لأن احنا كما قلنا سابقا
أن كل تشريع ينزله الله على رسله إنما هو لتنظيم حركة الحياة، ومدام لتنظيم حركة الحياة يبقى اللي خلق الحياة وخلق الحي هو اللي ينظم، ومدام هو اللي ينظم اوعى تتدخل انت بأنفك بقى. فساد الكون كله أنهم تركوا الله يخلق الخلق ثم أرادوا أن يقننوا للخلق. نقول لهم لا، دعوا تقنين الخلق لمن خلق الخلق، لأنكم بتواجدكم في العالم وبصناعتكم الصانع للصنعة هو الذي يحدد حركتها وقانون صيانتها، وهو الذي يمكنه أن يصلحها إن إيه؟ إن أصابها عطب أو فساد. هؤلاء الأعراب اللي هم أشد كفرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله إيه على رسوله، ما لهم؟ من ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، يعني إذا مثلا راح دعية من الدعاة وبعد ذلك قال لهم فكرة عن الإسلام يقوم يعمل إيه علشان يخلص نفسه، يقوم يبقى في ظاهر الأمر يتبع الإسلام، ما يجيبش نفسه وجع دماغ، وبرضه يدي إن كان فيه زكاة لما يجي عامل الزكاة يديله الإيه، بس بيعتبرها إيه مغرم غرامة. ليه؟ لأنه أعطاها وهو كاره. المغرم هو الشيء الذي تعطيه وأنت، وما دام بتعطيه وأنت كاره يبقى مش مؤمن بحكمته، وبتفتكر بس إنك أنت مأخوذ منك، تبقى تقول خدوا عرقي وخدوا حركتي وخدوا مش عارف إيه ويدوها للي مش عارف. أنا أقول له يا أخي لا، ده هذا تأمين حياتك أنت، لأننا سنعطيك إن عجزت، إحنا بنأخذ منك وأنت قادر، هنعطيك إذا، يبقى بنأمن حياتك ولا لا؟ يبقى لو أنك أنت عندك إنسان والأشياء أعراض في الكون، القوة عرض والمرض عرض والصحة عرض والعجز عرض، تبقى أنت عرضة إن كنت قادر أن تكون إيه؟ عاجز، عرضة وإن كنت صحيح أن تكون إيه؟ مريض. فإذا ما طمأنك التشريع على أن أخاك العاجز حين عجز أخذنا منك حين قدرت، تقوم دي تواجه الحياة بإيه؟ برصيد قوي من الإيمان والشجاعة، تقول وأنا إن عجزت برضو حيدوني، يبقى دي يديك رصيد قوة ولا لا؟ ويبين لك أنك لا تعيش وحدك ولكنك تعيش في مجتمع إيه؟ متكافل. إن أصابك شيء من عجز يبقى قدرة الباقي إيه؟ هي المرجع لك وهي الايه وهي الحسن. ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، وما دام مغرم يبقى يكره اللي هياخدها ولا لا؟ يبقى يكره اللي هياخدها، وما دام هيكره اللي هياخدها يقوم يقول امتى تجيله ده يا تاخده ولا عادش يجي ينط لي ياخد مني، مش تقول كده؟ يبقى عين يتربص يترقب ان تصيبكم دائره، عشان ايه؟ ما تجوش تاخدوا منه المغرم ده، ما دام هو اعتبرها مغرم يبقى يكره من ايه؟ من ياخذ، ما دام يكره من ياخذ يبقى حبه في ان ايه؟ تاتي له مصيبه، بس دائره يسمون الايه؟ يسمون الخطبه يصيب الانسان او القوم ان كان فظيع قوي دارت عليهم الدوائر. ايه يعني دارت عليهم الدوائر؟ انها مصيبة احاطت بهم فلا منفذ لهم يخرجون منها. فما دام بيتربصوا بكم الدوائر لانهم كارهين اللي انتم بتاخدوه، ليه؟ لانه فاهم انه غرامة، مش فاهم انه في ميزانه، مش فاهم انه تطهير له، مش فاهم انه نماء لماله، مش فاهم انه يعني حمل لعجز العاجز حتى ان عجز يجد من يحمله، ما فهمش هذه الايه المفاهيم. يبقى مدام بيعطي وهو كاره يبقى يتربص بالآخذ الدوائر، المصائب اللي تحيط بيه عشان تريحه من ايه؟ من ان ينفق شيئا يكرهه. ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، الذي يتربص بكم الدوائر ولا يفطن الى حكمة الاخذ منه هو الذي تأتي عليه دائرة السوء. لأن إذا كان الإنسان يعجز
أما كان يحب أن يكون المجتمع إيماني يعطي له زكاة؟ يبقى أنت اللي حجيك الإيه؟ أنت اللي حجيك الدائرة. ليه؟ لأنك أنت تربصت الدائرة بمن يأخذ منك، ولم تفطن إلى أن من يأخذ منك يصح أن يأخذ من الغير لك. لما تعمل أنت كده يبقى الدائرة هتيجي لمين؟ يبقى الدائرة هتيجي لك أنت. وعليهم دائرة السوء دي كأنها دعوة، ما دام بيتربص الدوائر. ومن الذي يدعو؟ فيه فرق بين أن تدعو غير قادر، وفيه فرق بين أن تدعو قادر، وفيه فرق بين أن يدعى إن القادر هو اللي يدعي. تقول يا رب اعمل كذا، يا فلان اعمل لي كذا، تدعو يمكن غير قادر، تدعو ربنا أنت إنما هو قادر. إذا كان ربنا هو اللي بيقول عليهم دائرة السوء، ده هو القادر هو اللي بي إيه؟ يبقى جاية لهم ولا مش جاية؟ تبقى جاية بالتأكيد. عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. إذن لازم يكونوا بيترتشوا بالكلام. لما يجي العامل ياخد مثلا منهم البتاع يقول لك جيت يا اخويا وريتنا شكلك، ويقعدوا بقى ايه يستقبلونه بما ايه بما يكره، وقد يكرهون في طي نفوسهم ولا يتكلمون، ان تكلموا فالله ايه، وان لم يتكلموا اذا محاصرون بالمعرفه ولا لا. وبعد ذلك جاء للصنف الثاني اللي فيه ايه شويه الف كان باديه اهل حضر او حاضره اهل ايه بادية، يقول إيه؟ ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق، مش مغرما بقى، مدام بيؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر يبقى اللي بينفقه بيتخذ إيه؟ قرب إلى الله الذي آمن به إيه؟ وكنزا له في اليوم الإيه؟ في اليوم الآخر. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. إيه يعني قربة؟ شيء يقربه إلى مين؟ إلى الله، يدخره له في اليوم الإيه؟ الآخر. إيه ده قربة عند الله مفهومة. إيه وصلوات الرسول؟ اللي يجعل ما ينفق قربة إلى الله وطلبا لدعاء الرسول. الصلاة في الأصل هي الإيه؟ الدعاء. الأصل فيها أنها إيه؟ الدعاء. يبقى وصلوات الرسول أي ودعوات الرسول. يبقى معناه أن الرسول ساعة يأتي له نفقة ممن يعتبرها قربة يوم يدعي لمين؟ ما قالش اللهم اغفر لآل أبي أوفى وبارك لهم لما قالوا الإيه؟ العامل بما جاء به بنو أبي أوفى فدعا لهم. لما يدعي الرسول عليه الصلاة والسلام ودعوى الرسول مجابة أو غير مجاب؟ مجابة، إلا ما قال الله لا لا دي من جاوبكش إيه عليها، فهيبقى اعتبرها قربة لله. وهذا أمر يبقى قدام وللرسول يدعي له، ولما يدعي له الرسول ودعوة الرسول إيه مجابة. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم. إيه يعني؟ طب ما هي قربة لله؟ أم قال لك لأن الله لا يستفيد من عملك هذا، ده هي قربة لمن؟ ده ليك أنت. يبقى ربنا بيسيبك على أمر ينفعك أنت، مش بيسيبك على أمر ينفعه هو. نعم، ألا إن دي بتشير لنا إلى أن كل تكليف من الله عائد نفع هذا التكليف إلى المكلف، إلى المكلف لا إلى المكلف. وما دام العائد إلى المكلف لا إلى المكلف، يبقى معناها إيه؟ أن الله يدعوك لصالح ذاتك وخير إيه؟ وخير شخصك. ألا هي ما اعتبروها قربة لمين؟
لله، نقول لهم ده هي قرب، انتوا عم تبرتوها قرب لله، وان هي قرب لمين؟ لانكم المنتفعون بها والله غير ايه منتفع بها. سيدخلهم الله في رحمته. الله، سيدخلهم الله في رحمته، اللي هم مين بقى؟ الذين الاعراب اللي بيتخذوا ما ينفقون ايه قرب لله، وطمعا في دعوات مين؟ الرسول. وبعدين ربنا قال انها ايه مش قربة لله، هي قربة لله في عرفكم، انما هي قربة لمين؟ لكم. سيرحمهم الله، يدخلهم في رحمته. قال لك ايه الرحمة؟ قال لك لله نعيم هو الجنة، اللي بيعمل عمل قال له هوديك الايه الجنة، والجنة باقية وخالدة بإبقاء الله لها. شوف الفرق بقى، الجنة إيه؟ باقية إيه؟ بإبقاء الله لها، والرحمة باقية ببقاء الله. يبقى لما أقول لك دخل في الرحمة ولا دخل في الجنة؟ يبقى في الرحمة. ليه؟ لأن الجنة باقية بإبقاء الله لها، والرحمة باقية ببقاء الله. ثم بعد ذلك حينما يقول بقى أن الأعراب منهم اللي بيتخذ ما ينفق قربات ومش عارف ودعوات الرسول ويدخلهم ربنا في رحمته، لعل سامعا من هؤلاء يسمح فتحدثه نفسه بخطرات السوء في نفسه أو بالزلات أو بالهفوات، ويقول أنا خايف لا يكون ربنا هيعمل كده في اللي إيه في اللي طائع نيت يعني ما عندوش حاجة. قال له لا اطمن، إن كانت حصلت منك حاجة كده في غفلة ولا بساوة اعتبر أن الله غفور رحيم ولا يعكر عليك ذلك الظن أن تدخل في رحمة الله. سيدخلهم الله في رحمته. يبقى جاب ان الله غفور رحيم عشان ايه؟ لعل واحدا ممن يسمع هذا يظن ان الجزاء والقرب له والدخول في رحمه الله خاصه بمن ايه بمن لم يذنب ذنب ابدا، يقول له لا اطمئن، ان كانت حصلت منك هفوه كده ولا غفله ولا الى اخره اعتبر ان الله غفور رحيم فلا يعكر عليك ذنبك ايمانك في ان تدخل في رحمه الله. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. السابق هو الذي حصل منه الفعل بصدد ما هو فيه قبل غيره. كلنا والحمد لله مؤمنين، والناس اللي آمنوا الأول والآخر مؤمنين، بس فيه ناس إيه سبقوا إلى الإيمان. سبق زمان أم سبق اتباع؟ سبق زمان يعني زمانهم قبلنا. طب احنا ذنبنا ايه؟ احنا ما كناش وياه، يبقى ما نقولش ان دول سبقونا بقى. انما السبق يعتبر بالمعاصر، سبقهم يعني كان وياهم ناس وهم ايه سبقوا من المهاجرين، لان مش كل بتوع مكة هاجروا، ومن الانصار مش كل الانصار كانوا وياه. يبقى الذين سبقوا إلى الإيمان في مكة وسبقوا إلى النصرة في المدينة هم دول الإيه؟ السابقين. السابقون السابقون هناك في سورة الواقعة، إذا وقعت الإيه؟ ليس لوقعتها كافية خافضة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة. نمسك بقى والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، وقعد يقول إيه وبعدهم مرتبة أصحاب مين؟ اليمين. خلاص كده على الأول. وبعدهم قال لك إيه؟ سلة من الأولين وقليل من الآخرين. ولذلك لما يجي واحد قال لك لا لن يستطيع واحد من أمة محمد تأخر عن عصر محمد أن يصل منزلة الصحابي، لأن ربنا قال والسابقون، قال له لا افتن إلى بقية الآية،
منهم كتير، انما من اللي جين بعدهم هيبقوا قليل معلش. انما منهم موجود ولا مش موجود؟ والسابقون السابقون اولئك الايه هيقول عليهم سله من الاولين بعد كده وقليل من الايه. يبقى ما منعش ان يكون في امه محمد الى ان تقوم الساعه من يصل الى منزله 100. ولذلك النبي طمن الناس اللي ما ادركوش عاد لما قعد كده وقال متى القى احبابي. شوف العباره متى القى ايه. قالوا اولسنا احبابك يا رسول الله؟ قال لا انتم اصحابي، يعني شايفيني وشايفينه وبتشوفوني وتشوف اخلاقي وعايش وياهم. احبابي قوم لم يروني بعد. خلاص يتمنى الواحد منهم لو رآني بملء الارض ذهبا. ودي صدقه. اذا كان الواحد منا امنيته دلوقتي بس انه يروح يحج ويزور القبر الشريف، امنيته انه يروح يزور القبر الشريف. الكلام ده صح ولا لا؟ الواحد لو رآني بملء الارض. عمل الواحد منهم ك50. قالوا منهم يا رسول الله أم منا؟ قال بل منكم، لأنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. مش ده اللي حاصل؟ نعم حاصل. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. لما جم يعرفوا السابقين من المهاجرين قال لك هم من هم؟ قال لك بتوع أهل بدر الذين دخلوا أول معركة في الإسلام، مع أنهم خرجوا من المدينة لا ليشهدوا حربا ولكن ليتعرضوا إلى عير تحمل بضائع وحيرجعوا بالغنائم، فما عندهمش مش خارجين على، ومع ذلك دخلوا الحرب. ودخلوا الحرب مش مع العير، لأن العير ده شوية الإبل اللي شايلين البضائع ويبقاش وهم إلا الحراس والرعاة، إنما للنفير اللي جم نفروا من مكة الصناديد كلهم وجم علشان يقفوا لهم. يبقى دول أهل بدر ولا؟ ولذلك المنزلة دي لما جه حاطب بن أبي بلتعة ووشى بغزوة رسول الله إلى المدينة، فجابوا قال له ما الذي حملك على هذا؟ ازاي؟ ما هو النبي كان يريد ان يذهب الى مكه في الفتح ومحدش ايه يعرف، عشان لما اهل مكه وله فيهم اهل ولهم اناس ولهم كذا ولهم مؤمنين مش باينين، فقال لك يمكن لما نفاجئهم يعني يسهلوا شوي، انما لما يستعدوا يمكن الشراسه. فده راح كاتب جواب قال لهم ان محمد عازم على غزوكم وعلى. فالنبي أخبره الله فقال لعلي ولمن معه اذهب إلى مكان اسمه روضة خاخ في الطريق بين مكة والإيه والمدينة، فستجد ضعينة. الضعينة هي المسافرة معها كتاب إلى أهل مكة أخبأته في عقيصتها كده خريطة. فلما ذهب فراح جازم الإمام علي العقيصة بتاعتها فوقع الكتاب فوجده من حاطب ابن أبي بلتعة إلى صناديد قريش، فراح وده للنبي فأحضر النبي حاطبا قال له ما حملك على هذا يا حاطب؟ قال له يا رسول الله أنا لصق بقريش ولي فيها أهل ولي فيها مال ولا ليش عزوة معنى كده، فأنا أردت أن أتخذ يد عند قريش يعرفونها لي فيحفظوا على أهلي وعلى مالي، وعلمت أن ذلك لا يضرك شيئا وأن الله ناصرك ناصرك، فشيء حينفعني ولا يضركش. قال صدقت صدقت. عمر بده إيه ياخذ السيف قال له دعه يا عمر. شو بقى الدقة؟ من يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر، اطلع عليهم يعني وصلهم كده وقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لأنهم دخلوا المعركة بدون عدة وبدون استعداد وبدون كذا وبدون كذا، ومع ذلك هانت ايه نفوسهم عليهم، فكأن الله جزاهم قال انتوا عملتوا اللي عليكم بعد كده ما عملتوا اي حاجة اغفر لكم فسيبوا. يبقى اذا السابقون من المهاجرين هم اهل بدر واهل الحديبية لبيعة الرضوان،
الحديبية اللي ردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة، وبعدين عمل المعاهدة بينه وبين ايه. طب من الأنصار، قال لك الأنصار دولي مش بس هم اللي راح لهم النبي بعد ما راح، لا اللي جم للنبي في مكة وادوله العزوة وادوله الأمانة عشان يروح، وادوله العهد وادوله كذا، اللي هم ايه كانوا 7 في العقبة الأولى و70 في العقبة الثانية، دول الايه السابقون. يبقى السابقون من المهاجرين أهل ايه بدر وأهل بيعة الرضوان في الحديبية، والسابقون من الأنصار اللي هم ايه اللي هم بيعة العقبة الأولى. ليه؟ لأن ما دام السابقين من المهاجرين، يبقى المهاجرين كمية كبيرة منهم السابقين، والأنصار منهم كمية كبيرة منهم السابقين. من المهاجرين والأنصار، بس دول والذين اتبعوهم بإحسان، اللي حيجي بعدهم. سيدنا عمر له وقفة في دي، كان سيدنا عمر يقرأ الآية هكذا: والسابقون الأولون من المهاجرين، هي ايه من المهاجرين والأنصار. يبقى السبق لمين؟ المهاجرين والأنصار. هو كان يقرأها والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، يعني عطف على مين؟ على السابقون. خلاص. الذين اتبعوهم بإحسان، يبقى الذين اتبعوهم صفة لمين؟ للأنصار. يبقى كان عندنا كم قسم؟ سابقون من المهاجرين وانتهينا، خلاص. والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان، ما هي الذين اتبعوهم وصف لمين؟ للأنصار. فزيد بن ثابت قال له: قرأناها على غير هذا الوجه يا ابن الخطاب. قال: فماذا؟ قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين بالواو. فقال له: ابعث إلى أبي بن كعب، اللي هو بقى بتاع القرآن ده، زيد بن ثابت قال له: هات لي أبي. أبي ده بقى اللي هو حجة في الايه. قال له: هكذا سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تبيع القرض في البقيع. يعني أنا كنت ملازم للنبي وأنت كنت رايح تبيع النبي. فضحك عمر وقال: لو شئت لقلت شهدت أنت وغبنا نحن. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. سيدنا بقى أبي بصير بالقرآن، أم قال له: ولذلك شاهد من غير هذه الآية اللي وقع فيها الإيه الخلاف. اقرأ في سورة الجمعة، قال إيه: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. وآخرين منهم، يبقى معطوفة ولا مش معطوفة؟ يبقى معطوفة، أدي واحدة. والآخرين منهم لما يلحقوا إيه بيمحس. وفي سورة الحشر، والذين جاء بعد ما تكلم عن المهاجرين تكلم عن الأنصار، قال: والذين جاءوا من بعدهم يحبون من هاجر إليهم. يبقى إذن ولا معطوفة ولا مش إيه؟ الله الله. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إيه اللي جاب دي والسابقون الأولون؟ ده بده يطمن أمة محمد، مش جاب لنا بس الـ 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 الجهة السيئة، المنافقين من العرب والمنافقين من الأعراب وبتاع. قال لك: لا، ده فيه ناس أوصلوا لكم الإيه، أوصلوا لكم جمال هذا الإيمان، اللي هم كذا وكذا وكذا وكذا، عشان يدل على أن المسألة مش كلها إيه، مش كلها كلام مظلم وكلام شر ومنافقين وغيره. وممن حولكم من الأعراب منافقون
قال لهم وطنوا أنفسكم على أن ممن حولكم من الأعراب ومن أهل المدينة منافقين. ليه التوطين ده؟ قال لك إعطاء مناعة اليقظة حتى لا يندس واحد من المنافقين على مين؟ على أصحاب الغفلة الطيبين من المؤمنين. يقول لهم يعني خدوا بالكم إن أنتوا في مجتمع محاط بمين؟ محاط بالمنافقين. والتطعيم ضد الداءات التي تصيب الأمم وسيلة من وسائل محاربة الإيه؟ حتى احنا بنعمل كده لما بنشوف وباء ولا بنعمل إيه؟ بنقول لك خد مصر ضد كذا، خد طعم ضد كذا، يعني بنجيب له الداء نقول له خده عشان إيه؟ نربي فيه المناعة بحيث لا يمكن أن يهاجم عن غفلة. فبيقول وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة. واسمعوا، مش بس منافقين، مرضوا على النفاق. إيه يعني مرضوا؟ مرض يمرض تدرب وتمرن وبقت عنده حرفة وبقى يجيد النفاق إجادة إيه تم، يبقى مش حذر من النفاق، ده حذر من النفاق اللي هو إيه، اللي هو على أصله نفاق المعلمين. ودي كله بيعمل إيه؟ بيعمل مناعة في الأمة الإيه؟ الإسلامية، حتى يكون المؤمن على بصيرة من مواجهة أي شيء. فإذا ما جاء كده وشاف أي شيء يتصب الدين يقول له ما هم في منافقين، ما هم في منافقين. اليقظة تدفع عنك الضر ولا تمنعش عنك الخير ما دام أنت متيقظ. افرض إن واحد قال لك ده الطريق ده طريق مخوف، ما تمشيش فيه لوحدك بالليل ومش عارف ايه وبتاعه حاجات زي دي. وبعدين واحد قال له ابدا يا اخي ده طريق امن وكويس ومشينا فيه ولا جرى اي حاجه، فلو انه احتاط واخذ معه سلاحه او رفيقه ايه اللي يجرى؟ ولا حاجه. يبقى ايه؟ عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. فهب انه لم يحدث شيء، ما الذي خسره؟ ما خسرش حاجه ابدا. ولذلك دي قضية منطقية فلسفية بيرد بها الناس على الذين يشككون في دين الله. الأطباء والمنجمين والجماعة اللي عاملين فلسفة وبتاع، لما قال زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأجساد، الكلام بتاع البعث والحشر ده كلام إيه؟ كلام كذب. زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأجساد. قلت يعني اللي بده يرد عليهم، قلت إليكما يعني خففوا، إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. إن كان كلامكم صح إن ما فيش بعث أنا مش هخسر حاجة، أنا بعمل أعمال طيبة وكويسة، كان فيه بعث يبقى على العين والرأس، ما فيش بعث يبقى أنا خسرت إيه؟ لكن افرضوا ان انتم عملتوا الشر دي وفيه بعث يبقى انتم اللي خسرانين. يعني معناها القضية الفلسفية المنطقية انني ان لم اكسب لا اخسر، وانتم ان لم تخسروا لا تكسبون. وممن حولكم من الاعراب، وكلمة ممن حولكم دي تفيد يعني انتم محاصرين مش جيرانكم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. وما دام مرضوا على النفاق يبقى نفاقهم هيبقى بإيه؟ بحيلة وبفن. فخذوا بالكم من فنهم في النفاق علشان تتيقظوا لهم وتردوا هذا عنهم. مرضوا على الإيه؟ النفاق. لا تعلمهم، نحن الحق يتكلم، نحن نعلمهم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.